شهبه وسناج ملوليو. في الركن الأحمر يأتينا شهبوز نجمطيف من منتخب طاجيكستان في الركن الأحمر. لاعب قوي واستثنائي. اللاعب سيلاب نوري في الركن الأزرق. لاعب بقوة جسمانية واضحة ودخول وافق نحو الحلقة. سيلاب نوري من أفغانستان. بداية الجولة الأولى بين طاجيكستان وأفغانستان، وهجوم قوي مباغت من اللاعب المنتخب الأفغاني. الحكم من الولايات المتحدة الأمريكية والقضاء من الإمارات العربية المتحدة والفلبين وهنغاريا ورومانيا وكرواتيا. بداية موفقة من اللاعب الركن الأزرق المنتخب الأفغاني، ووضعية استعداد الساوث بو مع وضعية الأرثوذكس للاعب الركن الأحمر اللاعب طاجيكستان. كلا اللاعبين يتمتعان بمهارة كبيرة لكمة قوية خطافية من لاعب طاجيكستان تجد هدفها. انتبه من هذه الضربات القوية الطاجيكستانية يا سيد سيلاب. سيلاب نوري في الركن الأزرق والتفوق الجسماني. هل يكون لدينا مباراة شبيهة؟ هنا لدينا مقارنة باللاعب الطويل واللاعب القصير وكيفية التعامل مع اللاعب الطويل للمرة الثانية على التوالي في هذا اليوم. اللاعب القصير الأحمر واللاعب الطويل الأزرق. اللاعب الأزرق بوضعية استعداد يسرى أو أشول. لكمات متواصلة من الركن الأحمر من اللاعب القصير الذي يكون أكثر تهديفا للكمات، واللاعب الطويل الذي لكمة جميلة قوية يمنى من اللاعب المنتخب الأفغاني. لكمة قوية مباشرة يمنى ويتبعها لكمة خطافية من الركن الأحمر. لكمات قوية، وزن 81، وزن قوي أيضا. تقل فيه السرعة نسبيا وتزيد فيه حمل اللكمة أو كثافة اللكمة أو قوة اللكمة. لكمات قوية، ولكن يبدو لي أن الركن الأحمر أكثر ثباتا وتوازنا. يلعب بمعادلة الصح الممتنع. اللاعب الأفغاني يبذل مجهود كبير في حين الأحمر بكل أريحية يتلقى معظم اللكمات على القفاز ثم يهجم بالكونتر أتاك السهل الممتنع. لكمة مستقيمة يمنى تصيب، وعشر ثواني حتى نهاية الجولة. يخرج اللاعب الأزرق كل ما في يديه قبل نهاية الجولة الأولى. نعم، واستكمال اللكمة نستكمل اللقاء بين وأفغانستان. المدربين وبعض النصائح التي أسدوها لكلا الزاوية لكلا اللاعبين. اللاعب الركن الأحمر الطاجيكستاني شهباز، واللاعب سيلاب من أفغانستان. لكمات استكشافية الجولة الثانية، وبعدها مجموعة من اللكمات التي تصل إلى القفاز الأحمر. اللاعب الأحمر يبدو أكثر ثباتا وأكثر سيطرة، يتعامل بخبرة مع اللقاء. ليس لديه رهبة من فارق الجسماني ويتصرف بالموجود. لكمة يمنى، لكمة يسرى من اللاعب الأحمر يتبعها يمنى مستقيمة نحو اللاعب الأفغاني، والذي يرد عليه ولكمة خطافية يسرى من طاجيكستان. مستقيمة يمنى من أفغانستان، والركن الأزرق
روغان جميل والهروب على الجوانب والتحرك على جانبي اللاعب الخصم. دفع للخلف لا يعتد به للأسفل. ويشير الحكم لاستكمال اللقاء حيث لا يحتسب الوقوع عرضا لأي سبب غير اللكمة الصحيحة فقط. مجموعة من الاسكيبات ومجموعة من الجروبات. أو لكمة قوية يمنى مؤثرة نحو لاعب أفغانستان. تعجبني الثقة التي يتعامل بها اللاعب الأحمر مع هذا الموقف. لكمة أخيرة يمين يمنى لليد اللاحق اليمنى مستقيمة عذرا. واللاعب الأفغاني شهباز اللاعب الأفغاني سيلاب يحاول السيطرة على مجريات اللقاء في الجولة الثانية هنا في وزن 81. لكمات ذات جودة لا تحصر نفسك في الزاوية. لكمة دفع الجذع من اللاعب الركن الأحمر. لكمات متواصلة من اللاعب المنتخب الأفغاني. لكمات قوية ليمثل في البطولة القارية. يستمر هذا النزال في الجولة الثانية وأربعون ثانية. ولكمة تستحق العد. صاعدة يمنى من الركن الأحمر للاعب الأفغاني. والحكم كيفن ييرس يبدأ العد. الثمان عدات إلزامية للحفاظ على سلامة اللاعب الركن الأزرق. الأحمر والابتسامة. نهاية لتهدئة الأعصاب والأوعية الدموية تستوجب لكمة مستقيمة يمنى بعد الاسكيب. يبدأ اللاعب الأفغاني سيلاب بالضرب مبكرا لمحاولة استعادة المباراة مع لكمتين قويتين من لاعب سيلاب لاعب أفغانستان. يأتي بالنصائح من الركن الأزرق ويبدأ في تطبيقها. لا وقت للصمود. ولاعب طاجكستان هو الأخبر في وجهة نظري. واللكمات إنه يلعب بالسهل الممتنع لا يكلف نفسه كثيرا كما الأسد. عندما تكلف الفريسة أكثر من قيمتها يتركها لحال سبيلها. لكمات متواصلة. لكمات من كلا اللاعبين في الدقيقة الأولى من زمن الجولة الثالثة في هذا النزال. الجولة الثالثة والأخيرة في هذا النزال. لكمات قوية من كلا اللاعبين. لكمات صاعدة وخطافية من الركن الأزرق. كونتر أتاك مستقيم من اليد اليمنى من الركن الأحمر. لاعب التاجيكي شهبوز ذو الخبرة. لكمة مستقيمة يسرى من الركن الأزرق. ولكمة يمنى قوية لو استمر عليها لاستوجب العد. يمنى عن مسك. انتبه احمي نفسك طوال الوقت. الركن الأزرق طاجيكستاني ذو خبرة عالية جدا في التعامل مع الأزمات وفي تسلق المرتفعات الأفغانية. انتبه لهذا اللاعب الطاجيكي يلعب بطريقة السهل الممتنع. مجموعة من اللكمات المتعوب عليها من منتخب أفغانستان. أحييك على الإرادة الركن الأزرق والتصميم. اللاعب مصمم لاعب الركن الأزرق مصمم على الفوز. لكمات بكل اتجاه قادمة من كابول وحتى دبي لتسقط على اللاعب الطاجيكي لإحداث الفرق. ولكمات قوية نحو الجذع ثم الرأس تماما كما يقول الكتاب في التعامل مع الطوال في هذه الحالة. أنا لست بخصير ولكن أحب التفوق في حالة ما تكون أنت القصير أو أنت ذو الصلاحيات الأقل وتفوز.
كما تتعاطف مع الفريق المغلوب أنت شخصيا في بعض الأحيان. 10 ثواني حتى نهاية الجولة الثالثة والأخيرة، ومنها نعرف الشخص الفائز أو البطل الفائز في هذا النزال القوي الربعي من طاجكستان في الركن الأحمر. أعجبني ستايل الركن الأحمر. من سيكون الفائز؟ القرار للقضاء. السهل الممتنع ينتصر يا سادة. كما قلنا عدم رضا من الركن الأزرق، ولكن روح ريال.